السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. أرحب بكم جميعا بقناة مشاهد وأحداث مجانية. اليوم سوف أطلعكم على أعمال السائلة الشمالية بأمانة العاصمة التي تم تنفيذها من قبل شركة صنعاء للهندسة والمقاولات في عام 2015 للميلاد. حيث وقد تم قوالنا من شركة صنعاء من الباطن للأعمال الإنشائية والمعمارية لجدران السائلة وكذلك لأعمال الرصب الحجري، وتم التنفيذ بإشراف المهندس عارف مدير وحدة السائلة، وحيث أنه تميز عملنا عن بقية الشركات الأخرى بجودة الأعمال الفنية والهندسية. هذا ما أردت أن أطلعكم عليه، وإن شاء الله نتمنى أن يمن الله علينا بالخير، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله تكونوا في سعادة دائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.